للصور والأرقام حول مشاركة اختلفت الاتفاقية، ولكن تقاطعت في أهدافها التي اهتمت في كيفية رقمنة وتطوير المؤسسات المصغرة والناشئة. هنا تبرم اتفاقية بين وزارة الموارد المائية والوزارة المكلفة بالمؤسسات المصغرة تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية الذي أكد على تدعيم مشاريع شباب جيل صح ما عرفش ربما حرب التحرير، ما عرفش ربما المعاناة تاع سنة الثمانينات وكذا، ولكن اليوم راه قحم نفسه في جهاد حقيقي، جهاد اقتصاد حتى يكون وفي لسلفه الصالح. إذن ما نفشلوهمش، يستاهلوا كل التشجيع. انتقلنا إلى الميدان لمرافقة مؤسس شركة الأشغال العمومية الكبرى والري. محمد صاحب الشركة اعتمد في عمله على رقمنة المؤسسة التي ترأسها، أمر ساعده في إصلاح الأعطاب والتعرف على أماكنها. ولات الخدمة ديالنا 90% متركزة على الرقمنة، ما نقدروش نخدمو بلا لي لوجيسيال، يخلونا نربحو الوقت، يخلونا نربحو دراهم، يخلونا نربحو بزاف أمور، وتكون عندنا متابعة عن قرب للعمل ديالنا. فريق شاب وطموح، وعلى رغم ضيق مساحة العمل إلا أن كل شيء يسير بدقة من خلال برامج مختلفة اعتمد عليها التقنيون في تسييرهم للمشاريع. toute la journée on a domaine terre tout ce qui est PC technologie نتبع لي شونتي بار PC، نتبع الخدامين وين يروحوا كلش كيف بار PC، لي كومون نابل سا لي شيما لي بلان tout se fait par PC. C'est-à-dire que à ce moment-là, il y a plus de papier. J'ai envie de développer ça avec des collègues évidemment. De chaque application, de chaque logiciel, j'en tire une idée, on dérafle le logiciel en soi, باش نخرج un logiciel révolutionnaire اللي راح يعاونني في هذه الخدمة. أهداف كثيرة في مخيلة محمد، مشاريع متعددة يدرسها للمستقبل من شأنها المساهمة في بناء جزائر جديدة تلعب فيها الرقمنة أدوارا محورية. عن طريق الرقمنة نشوف واش كاين مشاريع ماشي كما كنا من قبل، ما نقدروش نعرفوا احنا كشباب، ما نقدروش نعرفوا وين كاين مشاريع ولا ما كاش، ما كناش نستافدوا من الصفقات العمومية. الآن بفضل الرقمنة ولينا نستافدوا من الصفقات العمومية، ومادا بينا إن شاء الله يكون فيها مزيد، يكون فيها تطور لبناء جزائر جديدة. محمد عينة عن شباب طموح همهم الوحيد الانطلاق نحو جزائر الغد عبر جسر الرقمنة.